معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري. مرحبا بك دكتور جاسم. إذا بعد دعوة قادة الميليشيات إلى اجتماع رئاسات الثلاث يغيب أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، ما تفسيرك لهذا الغياب؟ نعم شكرا لكم. لا شك أن هذا الغياب فيه مؤشرات كثيرة، ربما كما ذكر أبو مهدي المهندس قبل أيام في بيانه الذي نقضه الفياض في بيان آخر وقال إنه يمثل وجهة النظر الشخصية ولا يمثل وجهة الحشد الشعبي، قال أبو المهندس حينها قال إنه ربما ستتم عمليات اغتيال ممنهجة لقادة الحشد الشعبي، ولهذا أنا أتوقع أن كافة قيادات الحشد الشعبي في العراق اليوم هي في مخابئ غير معلنة، ربما فقط بعض المقربين منهم يعلمون أماكن تواجدهم، ذلك لأنهم يتوقعون ضربات جوية من هذا الطرف أو ذاك ضدهم بدليل استهداف القائد في حزب الله أبو علي الدبي يوم أمس في القائم، وعليه ربما هم متخوفون من هذه الحالة، فلهذا تغيبوا عن هذا الاجتماع المهم والمحوري في بغداد. كيف تقرأ الأنباء التي تحدثت عن اتصالات مع مسؤولين أمريكيين بشأن وقف أي نشاطات عسكرية أمريكية أو صهيونية؟ أنا أقرأها أنه لا توجد في العراق يعني قوة حكومية رسمية قادرة على حفظ سيادة البلد، ولو كان في العراق يعني قوة جوية معتبرة لما خشينا من هذا الأمر. يعني سمعنا يوم أمس حسن نصر الله يعني يهدد الكيان الصهيوني بإسقاط يعني كل طائرة مسيرة تدخل الأجواء اللبنانية، على الرغم من أن الطائرتين اللتين سقطتا يوم أمس يعني سقطتا بتوجيه من الدفاع الصهيوني، وبالتالي رغم هذا أنا أتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك قوة جوية عراقية قادرة على حفظ سيادة العراق بغض النظر عن الموقف من الحكومة، ذلك لأننا نتحدث عن دولة، هم يقولون نحن دولة، الدولة يفترض فيها جيش وفيها قوات قادرة على حفظ أمن البلاد سواء في الأرض أو المياه أو السماء، هذا الأمر غير موجود، وبالتالي هذا الاستعطاف أو التوسل الحكومي العراقي بالولايات المتحدة مع الأسف شيء مؤلم لا يليق بالعراق. العراق بلد قوية، العراق دولة كان يشار لها في الشرق الأوسط، واليوم تتوسل بهذا الطرف أو ذاك من أجل أن تكف هذه القوة أو تلك من دخولها للأجواء العراقية، وهذا مؤشر كبير على أن هؤلاء لم يستطيعوا بناء دولة بكل المقاييس المعلومة لكل من يعرفون معنى الدولة. لماذا لم يعترف الحشد أو قادته ولا حتى الحكومة في بغداد وأي مسؤول منها بهذه الضربات إلا بعد أن كشف عنها رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني؟ هم يعني لمحوا لها في البداية، ذلك لأنهم لم يكونوا متأكدين هل هي كانت ضربات من داعش أم كانت ضربات من قوة أخرى. ومع يعني تكرار هذه الأفعال تأكدوا أنهم يعني مستهدفون من قوة خارجية، بالذات مع تلميح رئيس وزراء الكيان الصهيوني يوم الثلاثاء الماضي إلى أنهم يعني يطاردون إيران أينما كانت، مع العلم أنه صرح أنه هاجم القوات الموالية لإيران في سوريا، على العكس في العراق لم يصرح وإنما لمح لهذا الأمر، وكل المعطيات تشير إلى أن ما جرى هو ضربات إسرائيلية بتنسيق مع واشنطن، ذلك لأنه لا يمكن تصور أي خطوة من إسرائيل في المنطقة دون ضوء أخضر أمريكي. إذن ربما هنالك صفحة جديدة في العراق، لا ندري ما هي مديات هذه الصفحة، لكن أنا أتصور أنها ربما صفحة تقضي على غالبية أجنحة إيران في المشهد العراقي، ولا أتصور أنها ستقضي على نظام الحكم في العراق، ذلك لأنه
قادم حتى اللحظة للولايات المتحدة. وهذا ما أكدته عفوا بعض المصادر السياسية أن واشنطن نصحت عبد المهدي بالتخلص من ميليشيات الحشد، ولكن إلى أي مدى يعني ترى أن عبد المهدي يملك صلاحية التخلص من هذه الميليشيات؟ عبد المهدي اليوم يلعب دور الثعلب الهادئ. عبد المهدي يعرف ماذا يجري، بدليل البيان الذي صدر بعد بيان أبو مهدي المهندس الذي تهجم فيه على القوات الأمريكية وهدد فيه. رأينا أنه بعد ساعات صدر بيان بالتنسيق بين عادل عبد المهدي وفالح الفياض، قال أن تصريحات أبو مهدي المهندس تمثل وجهة نظر شخصية، وهذه لأول مرة في العراق منذ عام 2003، ولحد الآن نجد هنالك هجمة ضد أبو مهدي المهندس في العراق. هذا يؤكد أن عادل عبد المهدي يعرف ماذا يجري، وبالتالي هو يعني لديه يعني رؤية كاملة للمشهد القادم بالتنسيق مع واشنطن، وعليه هو ينتظر نهاية اللعبة وهنالك صفحة جديدة لا يمكن تحديدها بالدقة، لكن عادل عبد المهدي على اطلاع تام بها، وأعتقد أنها صفحة ربما تكون خالية من القوى الموالية لإيران. شكرا جزيلا لك. إذن هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي دكتور جاسم عشمري.